أصدقائي المشاهدين، بحييكم بحلقة جديدة من برنامج اسألوني عن يسوع. هالبرنامج اللي بصلي أنه يكون عم بجاوب على أسئلة كتيرة لأشخاص عم يسألوها بينهم وبين حالهم، وبتفاجأوا بالآخر بيلاقوا أنه هل معقول أنه هالشخص اللي بحبه على التلفزيون، هالشخص اللي بشوفه مشهور، عم يسأل نفس السؤال اللي أنا عندي؟ نعم، بالآخر كلنا بشر وكلنا بنسأل، وكلياتنا في عنا أشياء مش فاهمينها وعم ندور على أجوبة عليها. اليوم الموضوع شوي غريب، أعطيته عنوان، حبيت فكرك شو بدي أعطي عنوان لهذه الحلقة. أعطيته عنوان غفران مبارح بس ولا بكرة كمان، غفران مبارح بس ولا اليوم كمان. الإحساس بالذنب شعور بيقود كل إنسان للفشل. شو اللي بيخلي الإنسان يوصل لمراحل الفشل؟ إحساسه بالذنب. الإحساس بالذنب تقيل، اللي بيسموه الناس إذا بدك ضميره تعبان. الضمير الله وضعه فينا حتى يصرخ جواتنا ويقودنا بالآخر. هذا الإحساس بالذنب يقودنا لنقول له يا رب أنا مذنب. الشيء الوحيد اللي بيمحي هذا الشعور بالذنب هو الغفران. مش عم بحكي عن غفران بناخده من الناس، عم نحكي عن غفران حقيقي بنحصل عليه من الله. الغفران بيمحي هالشعور بالذنب وبيعطي الإنسان طعم مختلف للحياة. أحلى كلمة ممكن يسمعها الإنسان بحياته على الإطلاق: مغفورة لك خطاياك. منجرب بفترات معينة حتى نقرب من الله، منصوم، منقول يا رب بدي أقرب منك، بروح بصلي وبعترف وبسمع للحظات مغفورة لك خطاياك، بطلع شوي صغيرة مرتاح، بلاقي حالي رجعت وقعد نفس الخطية، رجعت وقعد نفس الغلطة. في صراخ جوا الناس ما بتسمعه، بس أنا ما فيني سكته. صوت الإحساس بالذنب اللي جوات ضميري محتاج أنه يسمع مغفورة لك خطاياك. والوحيد اللي قادر يعطي هذا الغفران لا أنا ولا أي حدا تاني، يسوع. يسوع الشخص الوحيد اللي قادر يقول ثق، قم، مغفورة لك خطاياك. باللي أنت فيه أنا بقدر سامحك، وما حدا غيري بقدر يسامحك. الوحيد اللي بيعرف يغفر الخطايا هو، قال أصلاً، قال ليس أحد يغفر خطايا إلا الله وحده. وبترجع بتقلي شو خص يسوع بالله؟ يا جماعة صرنا قايلين 100 مرة، نحن ما عم نخترع شيء من عنا. الإنجيل بيعلم وبيقول يسوع هو الله الظاهر في الجسد. بعتذر منك إذا مش قادر تقبل هيدي الحقيقة، ما فيني أجبرك، بس هيدي الحقيقة، قبلتها أو ما قبلتها بكل حزن بقول لك انك انت ما عم تقبلها، وبحترم رايك لانه انا انسان بحترم راي كل اللي قبالي، ما فيني افرض عليك، حتى الله نفسه ما بيفرض علينا. بس قبولي او رفضي للحقيقه ما بيغيرها. يسوع هو الله الظاهر في الجسد، واذا كان الله وحده هو اللي بيحق له يغفر الخطايا، يعني ما في الا يسوع اللي دفع ثمن خطيتي على الصليب هو الوحيد اللي بيقدر يغفر الخطايا. بدك تتعرف عليه؟ هي الترنيمه بتقول فرصه تتعرف عليه. رب مادد لك إيديه، مش بس هيك عم بقول لك تعا، مادد لك إيديه على الصليب، على الصليب. رب مادد لك إيديه، اقبله، ادعيه لبيتك واحتمي وتخبى فيه. فرصة تتعرف عليه، رب مادد لك ايديه، فرصة تتعرف عليه، رب مادد لك ايديه، اقبله وادعي لبيتك واحتمي وتخبى فيه. اقبلوا وادعي لبيتك واحتمي وتخبى فيه. فرصة تتعرف عليه، رب مادد لك ايديه، فرصة تتعرف عليه، رب
مادد لك ايدي اقبله وادعي لي بيتك واحتمي وتخبى فيه اقبله وادعي لي بيتك واحتمي وتخبى فيه اكسر الحاجز ودور علي بيدور عليك بيناديك باسمك تصور ايوة عارفك مش نسيك اكسر الحاجز ودور علي بيدور عليك بيناديك باسمك تصور ايوة عارفك مش نسيك بيناديك باسمك تصور ايوة عارفك مش نسيك فرصة تتعرف عليه رب مادد لك ايديه فرصة تتعرف عليه رب مادد لك ايديه اقبله وادعي لي بيتك واحتمي وتخبى فيه اقبله وادعي لي بيتك واحتمي وتخبى فيه شل صليب الذل حتى اتصلب ومات عليه عشان يفدينا انا وانت لاننا غاليين عليه شل صليب الذل حتى عشان يفدينا انا وانت لاننا غاليين عليك فرصة تتعرف عليك رب مادد لك ايديه فرصة تتعرف عليك رب مادد لك ايديه اقبله وادعي لي بيتك وتخبى فيه اقبله وادعي لبيتك واحتمي وتخبى فيه اترك العالم وماله وكل غالي بين ايديك خد نصيبك من حبيبك اللي قدم نفسه ليك اترك خد نصيبك من حبيبك اللي قدم نفسه ليك فرصة تتعرف عليه رب مادد لك ايديه فرصة تتعرف عليه رب مادد لك ايديه اقبله وادعي لي واحتمي وتخبى فيه اقبله وادعي لي بيتك واحتمي وتخبى فيه ضيفنا اليوم شخص كان لي الامتياز شخصيا اني اقعد وصلي معه فرصة كانت حلوة انا وياه انا بعرف انه طلب من الرب يسوع أنه يعملوا خليقة جديدة بعرف أنه ضيفنا بمحل معين شعر بحاجته ليسوع وأنا متأكد أنه بهذاك الوقت كان عم يصرخ ويقول له يا رب أنا بدي إياك تعملني خليقة جديدة أنا مش عم بدعي أنه أنا إلي الفضل على حياته أكيد الله عم يشتغل بحياته من زمان مثل ما عم يشتغل بحياتك مثل ما عم يشتغل بحياتك ضيفنا اليوم فنان أنا ما عندي شك بمحبته ليسوع هو أكيد عنده أسئلة مثلنا كلنا ضيفنا مطرب حساس
تجمعني علاقتي فيه من قبل ما حتى أنا صير مطرب، من زمان من زمان كتير. أول ما طلع وبلش يغني كنا كان في علاقة بتجمعنا هيك حتى ولو كانت بسيطة، بس مع الأيام رجعت نميت، واليوم هو صديق كمان عزيز. تعالوا ندخل شوي صغيرة على حياته الخاصة، نشوف بعض الجوانب اللي الناس يمكن ما بتعرفها، ونسمع شو سؤاله لحلقتنا لليوم ومنكمل حديثنا. بأغنياته سجل نجاحات كبيرة وقدر بفضل موهبته يكسب حب الناس. هاني العمري عاش التحولات، سأل، حاول التفتيش عن أسرار كبيرة ليفهم من خلالها سر وجوده بهالدنيا وهدفه. هاني العمري اللي ما رضي بالفن إلا بالأصالة، ما رضي إلا ما يسمع صوت الله فيه لا يعيش بنعمته. فشو بيخبر عن هالتحول الكبير بحياته؟ علاقتي الشخصية مع الله بلشت من حوالي 4 سنين 5 سنين، لأنه كنت ما أعرف الرب، كنت ما أقرأ بالإنجيل إلا بالمناسبات، ولكن تعرفت على الرب وصرت أحس أنه هذا الشخص اللي أنا بحاجة له لأقدر كمل حياتي على الأرض. وبعدين نقطة التحول بحياتي صارت بالصدفة، كنت مجتمع عند صديق لإلي قسيس ميلاد سليمان، وعبالي تعال نصلي سوا، نكون موجودين سوا. مع العلم أنا ملتزم بالكنيسة وبروح دايما وبصلي، ولكن ما كنت أعرف إنه في علاقة مع الرب، ما كنت أعرف إنه في حديث بيني وبين الرب، ممكن يسمع لي، ممكن أسمعه، ممكن بإشارة بالنهار يعطيني إياها. ما كنت شوفهم. تغيرت بمسيرتي، تغيرت بتصرفاتي، بس تلبس الإنسان جديد، بس تعيش مع الرب. ما فيك تقرأ بالإنجيل ويقول لك الرب إنه تمشوا. أهم شغلة اللي بدي أحكي فيها هي وصايا الرب. إذا بدي أمشي بوصايا الرب ما فيي أمشي وألتزم معه وكون شخص جديد وأعمل شيء غلط. أوقات بحسه بعيد عني، بقول له يا رب انت ليش بعيد عني اوقات؟ ليه بحس منك معي؟ بحكي معه بقول له منك معي، بحس حالي لوحدي. تعلمت انه بس كون لوحدي، حاسس لوحدي، هو منه معي، هو منه بعيد عني، وحابب يتركني لوحدي ليشوف انا شو بدي اعمل، ولكن معنا دائما. الطعم طيب صار مع الرب، طعم المشوار اذا رحت مشوار بالسياره صار طيب. كنت غني مثلا قبل 4 سنين او 5 سنين، يطول والله بحبون الناس واغنيه حلوه كتير، انا كتير قوي هيدي قبل. هلا بس خلص بقول له بشكرك يا رب، بشكرك لانك عملت لي هالشغله، وبعرف انك عملت لي هالشغله. باي شغله بعملها بعرف انه لو ما الرب، لانه بحياتي، لانه اذا انت خلقت معه ما سمينا عبيد عنده، سمينا اولاده، سمينا احبائه، بدي يكون عايش معه هلا او بعدين. لذلك بشكره دائما، بس اوعى بشكره، بس نام بشكره على كل شغله بيعطيني اياها. بس تعرفت على الرب عملت 3 ترانيم بعد ما نزلتهم، بس أنا ما بكتب شعر، والرب عطاني القدرة أنه أشوفهم بمنامي كلام ولحن، وما نزلتهم. إن شاء الله قريبا ننزلهم. مرقني بتجارب صعبة، يعني خليني أحس أنه بدي فرجيك أنا أنه أنت تقطع الأمل، قطعت الأمل، قلت مش موجود بأماكن معينة، قل له أنت مش موجود، لو موجود معي ما تركتني بهالمشكلة. يتركني 3 4 أيام 5 أيام جمعة، توصل الخبرية يقول يعني تتشوف قديش الرب عظيم، تحس الخبرية مثل واحد مات، ترجع لحالها تزبط بثانية، مزبوط بطرفة عين الرب بيغير الأمور كلها. لذلك ما بخاف، يعني أنا بعد 100 سنة ما حدا بيعرف هاني العمري، يعني مزبوط مثل ما قال الملك سليمان، غبار وبتروح. الأشياء الثابتة بحياتي اللي مش ممكن أخسرها هي صار معي جرين كارد، أنا هيك بقول، صار فيه يفوت على الحياة إلى ما بعد الموت، بشيل الكارت وبظهره. الجرين كارت اللي عم بحكي عنه هو ارتباطي والتزامي بالرب وبالإنجيل وبكلمة الله وبإيماني فيه. سؤالي لأيمن هو، الناس بتفكر أنه المسيح مات كرمالنا، غفرنا خطايانا كلنا وحياتنا صارت جديدة مع المسيح وخطايانا مغفورة كلها،
ولكن اللي عم بصير هلا بدي اسالك ايمن، الخطايا اللي عم نرتكبها هلا ونحن عارفين سلف انه المسيح غفرنا كل خطايانا السابقه، بس بعدنا عم نرتكب خطايا جديده يوم بعد يوم بالالاف والملايين، هل يا ترى نحن مطمنين بالنا انه المسيح رح يغفر لنا اياهم الى ابد الابدين حتى مجيئه، ولا كيف لازم نتصرف؟ شكرا. هني بشكرك على مشاركتك معنا ببرنامج. تعرف اذا كان هالبرنامج اللي عملته الثمر تبعه بس اني احتك بهالاشخاص اللي انا بعرف انه مثل ما انا كنت عم فتش بيوم من الايام هني بعدهم عم بفتشوا، اذا كان بس الاحتكاك معهم واحكي لهم شو انا بعرف عن الرب يسوع المسيح بالنسبه لي هذا كافي. بس انا متاكد انه مشاركتك بالبرنامج ومشاركه كل الاشخاص اللي حبوا انه يشاركوا بهذا البرنامج رح تفيد ناس كتار، رح تفيد ناس كتار. سؤال صادق بيسألوا كل شخص، كل إنسان عم بيفتش إنه عن جد أنا بدي ابني علاقة حقيقية مع الله، بدي ابني علاقة مع الرب يسوع المسيح. الخطوة الأولى بتبدأ بالتوبة، وهذا اللي عمله هاني، هذا اللي بيعمله كل إنسان بده يبلش عن جد مع الرب يسوع المسيح بالتوبة. والتوبة يعني بقول له يا رب سمحني وبدي أقبل الغفران، بيغفر لي وبدي أقبل الغفران المجاني بدون أي مقابل. يسوع قبلني، هو بيعرف كل الماضي تبعي، بس السؤال لما الرب يسوع قبلني كان بيعرف المستقبل؟ طبعا كان بيعرف المستقبل. كان بيعرف انه انا من بعد ما تتغير حياتك يا ايمن كفروني بسنة 99 رح ترجع ترتكب اغلاط؟ نعم كان عارف. طب ليش قبلني؟ لانه بالنعمة انا ما بستحق، قبلني. بس الموضوع اللي عم بضوي عليه هاني انه انا ليش عم برتكب الغلط؟ هل هو ضعف مني او استغلال لمحبته؟ انا ضعيف عم برتكب غلطه بيساعدني بيوقفني، بس اذا استغلال لمحبته بيقول برساله رومي والاصحاح الثاني بيقول ام تستهين بغنى لطف الله وامهاله وطول اناته غير عالم ان لطف الله انما يقتادك الى التوبه، ولكن من اجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضب في يوم الغضب واستعلان دينونه الله العادله الذي سيجازي كل انسان حسب اعماله. إذا كنت صادق بتوبتي ومتأكد إنه المسيح قبلني من المستحيل استمتع بحياة الخطية. بضل يغفر لي للأبد؟ طبعاً إذا عم بعمل بدون قصد، إذا مش عم بعرف شو اللي عم بصير، أنا عم بنمى بالحياة، عم برتكب أغلاط، بغلط بيساعدني بوقف، بس إذا عم بعمل عن قصد، بيقول الرسول يوحنا بيقول أن الله نور وليس فيه ظلمة البتة. إن قلنا أن لنا شركة معه وأنه صار عندي علاقة معه وسلكنا في الظلمة نحن نكذب ولسنا نعمل الحق، ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. ترنيمة اللي جاي قلت له فيها أنا وعم بكتبها، أنا جاي لعندك بعيوبي أعترف لك بذنوبي أنا خاطئ بدي تسامحني، يا ريت تكون صرختك هيدي بهيدي العشية، يا ريت تكون صرختك انت قاعد عم تحضر ما بعرف عشية يمكن يكون توقيت عندك الصبح، ما بتفرق الوقت مع الرب، المهم تصرخ من قلبك تقول يا رب انا جاي لعندك بعيوبي. جاي لعندك بعيوبي اعترف لك بذنوبي، انا جاي لعندك بعيوبي اعترف لك بذنوبي، انا خاطئ وبدي تسامحني من كل همومي تريحني، انا خاطئ وبدي تسامحني من كل همومي تريحني، أنا جاي حتى تصالحني وعالتوبة تهدي دروبي، جاي لعندك بعيوبي أعترف لك بذنوبي، أنا جاي لعندك بعيوبي أعترف لك بذنوبي، كل ما بفكر إني واصل
قدامك حتى تحاسبني، بتذكر اني بستاهل نار جهنم تتحرقني. كل ما بفكر اني واصل قدامك حتى تحاسبني، بتذكر اني بستاهل نار جهنم تتحرقني. انا جاي تركع قدامك ارحمني اعطيني سلامك، انا جاي تركع قدامك ارحمني اعطيني سلامك، علمني اسمع كلامك، علمني اسمع كلامك. من كنزك ملي لجيوبي انا خاطي وبدي تسامحني، من كل هموم تريحني انا خاطي وبدي تسامحني، من كل هموم تريحني. انا جاي حتى تصالحني وعد توبي تهدي دروبي، جاي لعندك بعيوبي اعترف لك بذنوبي. انا جاي لعندك بعيوبي اعترف لك بذنوبي. يا شايل عني احمالي، يا دافع كل حساباتي، الموت اتحملته كرمالي وصليبك ردل حياتي. يا شايل عني احمالي، يا دافع كل حساباتي، الموت اتحملته علشاني وصليبك ردل حياتي. انا اعمى ونورك فتحني، انا جاهل انت بتنصحني. انا اعمى ونورك فتحني، انا جاهل انت بتنصحني. انا يا ما العالم مرجحني، والشهوه كانت مطلوبي انا خاطي وبدي تسامحني، من كل هموم تريحني انا خاطي وبدي تسامحني، من كل هموم تريحني. انا جاي حتى تصالحني توبي تهدي دروبي. محبة الرب يسوع وغفرانه لازم يكونوا دافع لإلي حتى عيش حياة مقدسة مش العكس، حتى عيش حياتي صح. هيدي المحبة لازم تكون تطمعني بإني عيش صح مش العكس، وأطمع بمحبته وروح عيش بالغلط. أنا فرحان كتير بالسؤال اللي سألني إياه، يعني سؤال صادق جدا، إنه إذا الرب يسوع غفر لي طب ما زال بيغفر لي، خليني أعيش حياتي عن مثل ما أنا بدي وعلى هواي وعلى مزاجي وعم يغفر لي. وإذا أنا عن جد حب الرب يسوع لازم أقدر قيمة عمله. إذا أنت كنت ساكن ببيت حد المطافي، حد فوج الإطفاء، تحرق بيتك كل يوم؟ اسمع شو بيقول برسالة العبرانيين، بيقول فإنه إن أخطأنا باختيارنا، إذا نحن هيك باختيارنا أخطأنا، بعدما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا، بل قبول دينونة مخيف وغيرة نار آكلة. إذا نحن أخطأنا بإرادتنا، هيدي النار بدها تأكل المضادين، بدها تأكل الناس اللي هني قصدوا، هني بدهم يبعدوا. من خالف ناموس موسى، بيقول اللي بيخالف الناموس على فم شاهدين أو ثلاثة يموت. فكم عقابا تظنون أشر يحسب للناس اللي داسوا ابن الله وحسبوا دم العهد اللي قدسن، حسبوه دنس وازدروا فيه وداسوا عليه. تعرف شو يعني؟ يعني غفر له وبعد بده يعيش بالخطية إذا عن غير قصد. إذا أنا عارف أني أخطأت وقال له يا رب سامحني، بسامحني، بس إذا عم بستغل محبته أنا عم دوس دم يسوع. تحذير
بشكرك صديقي هاني على هالسؤال اللي خلاني فتح لي مجال اني اقدر اسال هذا السؤال هذا اني احكي بهذا الموضوع لانه موضوع حساس كتير دقيق كتير. غفران امبارح نعم، غفران اليوم نعم، غفران الى الابد نعم، ولكن لا تطمع برحمه الله. بشوفكم بالحلقه اللي جايه.